السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد مطوع من فيديو جيم ستيشنز في جي اس، واليوم جاي لكم خبر عن لعبة انفامس سكند سان. طبعا اليوم تصرح موقع انسايد درب عن ان لعبة انفامس سكند سان وصل عدد المبيعات للطلب المسبق اليها اكثر من 1,000,000 نسخة، 426 نسخة من امريكا الشمالية بروحها و317 نسخة من اوروبا، وباقي 1,000,000 صايرة من باقي انحاء العالم. طبعا هاي الشيء كبير، العدد جدا 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 ضخم. هل تعلم او هل تدري ان لعبة انفامس 2 باعت فقط في امريكا الشمالية في اول اسبوع لها ما يعادل 350,000 نسخة تقريبا؟ فعند قاعد نشوف لعبة انفامس سكند سان الشيء قاعد يخوف، يعني باعت اكثر من ذا لاست اوف اس، حطمت رقم مبيعات ذا لاست اوف اس كلعبة حصرية على البلاي ستيشن في مارس هاي الشهر، باعت من ناحية البري اوردرز اكثر من ذا لاست اوف اس، وحين قاعد تجيب 1,000,000 بري اوردرز وهي اللعبة حصرية، وحطوا هاي الشيء في المخ. فهل تتوقعون راح تكون واحدة من انجح العاب هاي؟ انا اتوقع راح تكون لعبة ناجحة، بس اقصد هل تقدر تنافس على جيم اوف ذا يير؟ ما ادري. هل راح تجيب اللعبه شيء جديد؟ بعد ما ادري، بس من اللي شفناه انه شيء يخوف صراحه. فهاي شيء لفت انتباهي اليوم، كتبوا لي تحت وكتبوا لي هل راح تاخذون هاي اللعبه او لا، او اذا عندك بلاي ستيشن 4 هل انت مهتم في انفامس سكند سان؟ كتب لي تحت في الكومنت سكشن. كان معكم محمد المطوع، حبايب قلب الشكر على المتابعه، مع السلامه.